عن طريق ربيع اللفي الى محمد عيسى. محمد عيسى يلعب الكرة في اتجاه صولا، والانصاري يخطف التمرير وصولا. محمد صولا والهدف الاول لمصلحة الفريق الاهلي. محمد صولا يستفيد من الخطأ اللي ارتكبه خالد الانصاري في التغطية الاخيرة، يتواجد بين الحارس المرمى وقلب دفاع فريق المحلة ليسجل الهدف الاول بعد مرور 18 دقيقة لعب. تابع الإعادة. محمد صولا يستفيد من الخطأ اللي ارتكبه اللاعب خالد الأنصاري ويسجل الهدف الأول لمصلحة فريق الأهلي. يستأنف اللعب، هدف مقابل صفر يتقدم فريق الأهلي. تريكي يلعب كرة لزكريا، مر لمحمد الغنودي بين قلبي الدفاع. مؤيد إلى الغنودي، فرصة الهدف وركلة جزاء عن طريق تدخل لمدافعي فريق المحلة. وسيم حميدة، بطاقة صفراء لوسيم حميدة اللاعب رقم 22 أو اللاعب رقم 3 حسين المجبري. حسين المجبري لاعب رقم 3 في تشكيلة فريق المحلة. تابعوا الإعادة. تدخل لحسين المجبري بالفعل لاعب رقم 3. ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي. فرصة التقدم بالهدف الثاني. محمد الغنودي على الكرة. محمد الغنودي وأمامنا الحارس علي زميم. محمد الغنودي وعلي زميم في انتظار تنفيذ الكرة. حارس مرمى فريق المحلة أمام مهاجم فريق الأهلي. محمد الغنودي على الكرة. محمد الغنودي تقدم الرويد، الرويد ويسجل على اليمين الحارس علي زميم. الهدف الثاني، الهدف الثاني بعد مرور 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. الأهلي يتقدم بالهدف الثاني عن طريق محمد الغنودي من علامة الجزاء. 31 دقيقة من عمر الشوط الثاني، والأهلي يتقدم بالهدف الثاني من علامة الجزاء بعد عرقلة للاعب محمد الغنودي. تولى التنفيذ وينجح في وضع الكرة على يمين الحارس علي زميم. أهلا لعلي زميم اللي تابع الكرة. كرة طويلة تعود لمصلحة فريق المحلة عن طريق أنور السويعي. أنور نصر السويعي. أنور، أنور تعود من جديد لمصلحة فريق المحلة. عالي داخل مرمى الجزاء، وهدف أول لمصلحة فريق المحلة. هدف أول لمصلحة فريق المحلة عن طريق اللاعب حمد العلواني. حمد العلواني ينجح في تقليص الفارق في الدقيقة 34. الهدف الأول لمصلحة فريق المحلة والثاني لهذا اللاعب على مستوى الدوري اللي بيتابع الكرة.